بالريح وامرأة. قال لي قرا، قال لي زمزم، قال لي القياد تمشي هذه القايطة البندال عاملها نقول قصورة، اللي يرقص ذاك يلقى قصبة وقوف نهار. قال لي اللي خلطنا الحوش محد محفوظ، يقولوا حوش الدايخة اللي كانت فيها الفارماسي فيها النيخ. أولادي سامحوهم راه ماهيش هو السحر، راه كلام الله. قال لي ضحكنا وقلنا له يا سيدي، يا اللي رجعت الدعوة كيما اللي زاهي زاهي واللي يا ودي. قلت لك الشيخ سي عبد القادر آية من آيات ربي. وثاني انسقسي جينا كنا من قبله نهار اللي كان يتوفى نهار الاثنين في 57، لقيت شي ما يعد ديك الساعة الحوش نتاع ال 12 اللي راه وقلي لازم تاع 12 اللي صد ظهر. أما لقينا الناس وقوف قاعد وقوف كنا، قال الشيخ راه ماهوش طايب مريض. لقينا عنده مجموعات وقوف ورثوا بعد العصر في الثورة، في الثورة كي عمر يا سيدي حنينا دخلنا لقينا الحاجة اللي ثم، ولقينا يا سيدي ولقينا يا سيدي وينه بن مساهل الله يرحمه ذاك، ولقينا يا سيدي ثاني واحد اخر بوي السلامي، بوي السلامي هذا بوي كان بكري في الوقت ذا كان ما في في دم قدام اللي السلامي ثاني عبد خير عبد جنة كي عاد يتحدث فيه جاهم مسميه الحجتري. قال يا سيدي داير منا يا سيدي الزربية ومنا السيد ومتكي عليهم وصاد هاك يا سيدي. قالوا واش تقمى في فلسطين وقتها ان شاء الله ربي يحن عليها. قالوا هذه ينساوها انساوها تراب فلسطين وما جورها منزول في التوراة مخطط تاع يعني كارت جيوغرافيك كلش ليهم ما كانش اللي نجم يدي منه شبر واحد. والجزائر ان شاء الله الحاجة تاني ما عاد صلاح. قالوا كذا النهار كذا النهار ان شاء الله العالم راه يعمل قاش شوف لي تعملوا بها ولا بعض كيما بالك. جاء الاستقلال كي عدنا في 67 حرب تاع 7 أيام ذاك عاد محسوب يا سيدي عيسى مسعودي رانا قريب ماناش بعيد رانا دخلنا ثم رانا عملنا ثم رانا في تل أبيب. قلت هاك كي تعود للقدوة يا سيدي لقيت الحاج عبد الباقي بالحاج بن داود وأخرين. ها قالوا جرتوا شويخ ديك الساعة قاتل صريطوا الموت. قالوا الأخر يوسف الله يرحمه بن حمزة يا والله قالوا يوم شوفها مسقلة نكذب بها سي عبد القادر إبراهيم والله ما ينطق على الهواء. كي عدنا 3 أيام بعدها يا قاعد تقى 7 أيام قالوا الجولان راح الضفة أبي راحت يعني جنوب لبنان الدوة وجاه القدوة يوسف يسفر هيا قالوا هيا به قشوي الموت مخلوع منها والله بتاني. يا رجل نقول عبد الباقي ما زادش كلمة اللي يقولها لكن واش نقول منزول من عند ربي منزول من عند ربي ولكن الإنسان كي يعود شاه يشوف حاجة والله كذا يغيرها 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 ومن بعد تزلقع لله نتوفى الله يرحمه وعمره ما كذا والله طلب والله بديده والله مرة العزيج هذيك ودائما يقول لك ما إنا ما كتب الله لنا وحده واللي ما كفاش قبر ويرقد فوقه سمعت ونستنى وفر الله كما حاك واحد الرجل شفت صورتها؟ ايه رجلتها الله يرحم الله يرحم.